اتهم المدعو فتحي الفضلي المحسوب على تيار جماعة الإخوان الإرهابية المبعوث الأممي غسان سلامة بالانحياز إلى أطراف معينة دون أخرى. ووصف الفضلي خلال لقاء تلفزيوني يعرض على قناة التناصح الداعمة للإرهابي وللمفتي المعزول، وصف المدعوين نوري أبو سهمين وخليفة الغويل بالشخصيات الوطنية، معتبرا العقوبات الدولية الصادرة ضدهم بالظالمة. هذه الشخصيات الغويل وري بسامير وشخصيات وطنية موضوعة على قائمة الأخ سلامة اللي يهدد الآن سأضع وسأحاكم، ولا بينما من دمر البلاد والعباد ويقاتل وضد الصخرات ونار عرف على أنا كيف خليفة ومش عارف من وعقيلة ونظر من وجماعة الخريف وحرقوا للأرض يعني والفساد مستشري والقتال والدم والتهجير، أسميهم مش موجودة. يعني ممكن عقيلة أسمى عقيلة قاعد مع نوري، لكن خليفة والعسكريين اللي معاه وجروش المجلول اللي ذبحوا غير موجود. ولذلك يا أخ سلامة بتحط على القائمة بتحطش، حل عن سماء بلادنا والمين هذا نحن ما لموش تولي موديمو في البعثة. أنت لم إذا إحنا ما طبصناش ظهورنا ما يركبوش علينا، يعني الحل في يد الليبيين أن يجدوا حدود مشتركة يا راجل. وفي رد على حديث الفضل قال صلاح البكوش التابع هو الآخر لجماعة الإخوان الإرهابية إنه يجب الاتباع عن الابتعاد عن إعطاء صكوك الغفران للشخصيات السياسية التي يعرفها كل شعب الليبي، مشيرا إلى أن استبيانات أجريت بين سكان المنطقة الغربية أظهرت أن غالبيتهم يؤيدون القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. أنا أولا أتمنى أن نبتعد عن محاولة إعطاء صكوك غفران، وأن السيد نوري بو سهمين رجل وطني من الطراز الأول وخليفة الغويل رجل وطني من الطراز الأول، يعني شو وبعدين يقولوا على احتقار للشعب الليبي، عاد يستفتي الشعب الليبي على الكلام هذا ومش حيقول لك حد حاجة. والشعب الليبي في آخر استبيانات أكثر من 50% من المنطقة الغربية يبوا حكم عسكري يبوا حفتر. فالقضيه نتاع ان وكاننا نحن الليبيين لو طلعت الامم المتحده حنتفاهموا ببعضنا، لان طيب الليبيين هذو اللي طلعوا يا سيدي في الثمانينات يطلعوا يقولوا نبوا شنقه في الميدان، هذو الليبيين طلعوا زقبوا في عيشان بعضهم، هذو الليبيين اللي يسرقوا في المال العام. خلينا واضحين، يعني خلاص طول، نحن مشكلتنا الشعب الليبي هالنزيك السمع هذا، لو طلعت الامم المتحده حنكونوا سمن على عسل. هناك صراع بين الليبيين على من يتحكم في موارد الدوله، وفي هذا الصراع كل شيء يمكن ان يحدث. كما اتهم البكوش قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول بدعم التيار المتأسلمين السياسيين بشتى الطرق والوسائل الممكنة، موضحا أنه يتعرض إلى الكثير من الضغوطات من أنصار الجيش الوطني داخل العاصمة طرابلس. خليني نقول حاجة، أنا عارف توجه هذه القناة وعارف شنو الأيديولوجية متاعها. خليني نحكي لك قصة. تفضل. ريت القرار متاع ترامب، أي قرار؟ بمنع المسلمين من الدخول الى امريكا وصل الى المحكمه العليا. يعني مش كل حاجه، لا مش كل حاجه هذه يا سيد صلاح. عدي في الشارع، عدي في الشارع في طرابلس، انزل للشارع في طرابلس في القهاوي واسالهم علي حفتر. انا اتعرض الى مضايقات يوميا في الشارع من انصار حفتر في طرابلس، جيراني في الحي متاعي، بعض اقاربي، بعض أصدقائي من الإعدادي.